السلام عليكم. في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده يا اما المدارس بدأت يا اما مستنيين اجازة العيد تخلص وهيبدأ بعديها الدوام في المدارس، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى. المهم المدرسة من اصعب المراحل اللي الانسان بيمر بيها في حياته، او انا شايف كده. فلكل الناس اللي لسه في مدرسة، في الفيديو ده انا هقول لكم 8 حاجات او نصايح لازم تعرفها قبل ما تخش المدرسة. رقم 1، ما تنامش في الحصة. انا عارف اللي بقوله ده صعب جدا على ناس، انا كنت كده، انا كنت لازم انام في الحصة. النوم في الحصة ليه ملذة تانية، ولكن لا، حاول على قد ما تقدر تنام بدري علشان ما تنامش في الحصة. رقم 2، عامل الاساتذة بتوعك باحترام وخليك دايما قريب منهم، وحاول على قد ما تقدر تصاحب الاستاذ، ما تحكهاش مع الاستاذ، لا تصاحبه عادي، واوعى تصدق اي حاجه الاساتذه بيقولوها. انا ماليش دعوه بالدرجات، مش انا اللي حاطط الامتحان، مش انا اللي بصحح الامتحان. رقم 3، ما تبقاش نفسيه. انا عارف انت ممكن تقعد تفكر ان انت اذكى من كل الناس دول وكل اللي حواليك عالم اغبياء، وتفضل قاعد ساكت كده ما تتكلمش كتير، ان انت كده بتعمل لنفسك شخصيه عميقه. لا، خليك عادي، خليك عفوي كده، وحاول تكون لنفسك شخصية تكون بتعبر عنك وتمسك بيها، واوعى تغير من شخصيتك علشان تحاول تقرب من مجموعة من الناس. رقم 4، ابدأ مذاكرة من بداية السنة. كلنا في بداية السنة بنقعد نقول انا هاخد السنة دي بجد وهبدأ مذاكرة اول باول، وبعد شهر واحد بس من بداية الدراسة بنسحب على ام المذاكرة. حاول على قد ما تقدر تضغط على نفسك في اول فترة بس، وبعدين صدقني هتتعود على المذاكرة بشكل منتظم. رقم 5، دي مهمة اكتر للناس اللي في الثانوية، اوعى تعرف حد ان انت بتاخد دروس، خليك مع الاستاذ اللي في المدرسة عادي، خد المعلومات من هناك وكمل عليها في الدرس الخصوصي. رقم 6، ركز في الحصة. ساعات كده بيكون المدرس عمال يتكلم ويشرح وانت ولا سامع حاجة، وبس باصص كده وعامل نفسك فاهم. ما تكونش من الناس دي اللي بس بيركزوا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وما يركزوش في بقية المواد، حاول على قد ما تقدر تركز في كل المواد اللي انت بتاخدها. رقم 7، مش لازم تاخد موبايلك معاك المدرسة، ده لو هيعملوا لك مشكلة لو اخدته، في رأيي انا ملهاش اي لازمة. ورقم 8، ابعد عن الغش في الامتحانات. مش هقعد اقول لك انت تدخل الامتحان وعينك في ورقتك والجو ده، لا، انا وانت عارفين ان بيكون في غش في الامتحان، ومهما كان المراقب فاكر نفسه صايع وان هو ماسك الصف وما فيش حد بيغش، لا، بيكون في غش. اللي انا قصدي اقوله، اوعى تعتمد على الغش، اوعى تروح امتحان على امل ان انت هتنجح لما تغش. وبس كده، ان شاء الله تكون سنة دراسية تعدي بسرعة، وتكونوا استفدتوا من اللي انا قلته ده. عندي ليكم سؤال، ايه هي اصعب مادة بالنسبة لك؟ بالنسبة لي انا كانت التاريخ، عمري ما كنت اعرف اذاكر تاريخ. قولوا لي ايه اصعب مادة بالنسبة لكم في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.